أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم حذف الأغراض من الصور، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي Artificial Intelligence والتعلم العميق Deep Learning. فقمنا في الدرس الماضي ببيان كيفية القيام بتحديد هذه الأوبجكتس وفصل العناصر الأساسية باستخدام هذه التعليمات وهذه المعلومات المدربة مسبقاً والموجودة في منصة البايتورش نسبة لهذه التعليمات التي رأيناها خلال دروس الفائتة. فالآن نستطيع القيام بتحديد هذه الأوبجكتس كيفما نشاء وكيفما نريد. أما الآن في هذا الدرس فسوف نرى كيف نستطيع القيام بجعل المستخدم قادر على رسم ريكتانجل أو مستطيل يحدد من خلاله الأوبجكت الذي يود القيام بحذفه من الصورة. فالقيام بذلك نحتاج أولاً لإنشاء واجهة منفصلة عن جوبيتر يستطيع من خلالها المستخدم التفاعل. لذا سوف نقوم هنا باستخدام مكتبة OpenCV. قمنا باستخدام هذه المكتبة في كثير من الدورات السابقة وتستطيعون القيام بتحميلها باستخدام بايب ستور، وفي حال كانت منصبة فتستطيعون القيام باستدعائها باستخدام import cv2 بهذا الشكل. من ثم ضمن هذا الكلاس الذي قمنا بإنشائه في الدروس الفائتة remove object وقمنا هنا بتعريف model منه، سوف نقوم بإنشاء function لعرض هذه الواجهة. فنقول مثلا قم بتعريف select object، وهنا نقوم بتمرير سياق لأنه ضمن الكلاس. والخطوة الأولى أن نقوم برسم هذه الصورة والتي قمنا بتعريفها إذا قمنا هنا بالاطلاع باستخدام هذا المتحول، ولكن هنا هذه الصورة هي بصيغة تنسر. إذا قمنا هنا باستعراضها فقلنا مثلا قم بجلبها print بالتايم الخاص بها فسوف نرى كيف أنها تنسر. لذا نستطيع القيام برسمها باستخدام pyplot، ولكن لا نستطيع القيام برسمها باستخدام OpenCV. لذا نحتاج أولا للقيام بردها إلى NumPy. فالقيام بذلك سوف نقول هنا detach هكذا، ومن ثم NumPy بهذا الشكل وأصبحت array. فسوف نقوم بجلبها كما هي هكذا، نقوم بحذف هذه لا نريدها، وهنا سوف نقول مثلا قم بتعريف image تساوي من self لهذه الصورة. هذه الخطوة الأولى. من ثم سوف نقول مثلا طالما y2 قم هنا برسمها باستخدام cv2 image show، وذلك مثلا باسم select title لهذه الصورة. وسوف نقوم بالانتظار قليلا من أجل القيام بالرسم، فنقول key تساوي من cv2 wait key 1، ونقوم بالإنهاء، وذلك مثلا بالضغط على زر معين. ففي حال كان هذا الكي مساوي إلى order مثلا close C فهنا نقوم بالبريك. ونهاية سوف نقول هنا cv2 قم بإغلاق هذه النافذة destroy all windows بهذا الشكل. لنرى إذا أردنا القيام باستدعائه مثلا هنا، لنرى نقوم الآن بالإطلاق فنرى هنا كيف قام بإنشاء هذه الصورة بهذه الواجهة وبهذا التايتل select، ولكن هنا لدينا مشكلة في الألوان. لماذا؟ لأنه أعتقد علينا القيام بتحويل الصورة من نمط RGB إلى نمط BGR المتوافق مع الـ OpenCV. فالقيام بذلك سوف نقول هنا image يساوي من CV2 CVT color، وهنا هذه الإيمج قم بتحويلها CV2 color من RGB إلى BGR لنرى، فنراها بهذا الشكل. ممتاز، إذن هي تعمل دون مشاكل. هذه الخطوة الأولى. من ثم سوف نقوم باستخدام هذا المؤشر الموجود عندنا للقيام بالرسم. فالقيام بذلك أولا نحتاج للكتاب التابع ضمن هذا الفانكشن لا مشكلة، فسوف يكون داخليا مثلا سوف نقول هنا قم بتعريف تابع click، نقوم بتمرير إليه event وأيضا الأحداثيات x و y بالإضافة إلى flags و parameters. هذا نمط من البارامترات نقوم باستخدامها عندما نقوم بالتعامل مع الإيفنت. فهنا الخطوة الأولى أن نقوم بالتعامل مع الأحداثيات، لذلك سوف نقول هنا خارجا قم بتعريف points مبدئيا تساوي القيمة الفارغة كليست
وهنا سوف نقوم بتعريفها أنها متحولات غير داخلية. لذا ما نقوم بالتعديل عليه سوف يحافظ على أثره وعلى هذه التغييرات. فنقول هنا non-local لهذه البوينتس مثلا. من ثم دعني أقوم بكتابة التعليمات الأساسية التي من خلالها نستطيع القيام بالتفاعل والتعامل مع الضغط على الزر أو مع التعامل مع الماوس. فنقول مثلا في حال كان الإيفنت مساويا إلى CV2 event يعبر عن ما إذا قمنا بالضغط على الزر اليميني أو الشمالي مثلا left button down. في حال الضغط عليه نقول هنا print مبدئيا لهذا الإيفنت للتأكد من عمله، وكذلك بالنسبة للبقية. فمثلا سوف نقول هنا else if هكذا. في حال قمنا بالضغط أو قمنا بتحريك الفأرة ماوس move فقم هنا بطباعة هذا الإيفنت. وفي حال مثلا قمنا بالضغط أو قمنا برفع الزر والذي هو up فقم بالتعبير عن هذا الإيفنت بهذا الشكل. وهنا استدعاء هذا الكليك سوف يتم عن طريق الفأرة. فمثلا سوف نقول هنا خارج هذا التابع في هذا المكان CV2 set mouse call back أعتقد back small letter. وهنا نقوم بتعيين التايتل select بالإضافة إلى الفانكشن click. لنرى لدينا إشكالية، دعني أتأكد. أعتقد علينا القيام بتعيين هنا نافذة مسبقا، فسوف نقول هنا CV2 named window نقول select بهذا الشكل. لنرى، تمام. نرى هنا بمجرد القيام بإدخال الفأرة في الصورة فسوف يقوم بطباعة event mouse move بهذا الشكل، ممتاز. وإذا قلنا مثلا بالضغط سوف نرى هنا كيف قام بطباعة bottom down bottom up bottom down و bottom up. إذا هي تعمل دون مشاكل. الآن سوف أقوم بالتحكم وضبط عملية الطباعة. فمثلا يعني أقوم بالتسكير C، فهنا سوف أقوم بإنشاء متحول draw يساوي القيمة false. نقوم بإدخاله هنا أيضا. وفي البداية عندما نقوم بالضغط سوف أقوم بجعل قيمته مساوية ل true. وفي حال مثلا كانت هنا هذه القيمة مساوية ل true فقم هنا بالطباعة. ومن ثم في حال رفع الأصبع عن الزر فهنا أقوم بجعل draw مساوية ل false مرة ثانية. لنرى، نرى هنا حتى وإن قمنا بالدخول إلى هذه الصورة فلا يقوم بطباعة ماوس موف، ولكن إذا قلنا هنا قم بالضغط فنرى كيف قام بطباعة bottom down. إذا قلنا بالتحريك والزر مضغوط فنرى كيف يقوم بطباعة ماوس موف. إذا قلنا برفع الأصبع عن الزر فسوف نرى كيف يقوم بطباعة أخيرا bottom up، ممتاز. وإذا قلنا فقط بالضغط bottom down bottom up، إذا هي تعمل دون مشاكل، ممتاز. الآن سوف نقوم بالرسم عوض عن القيام بالطباعة. فالخطوة الأولى أن أقوم بجلب هذه الأحداثيات وأقوم بإضافتها عند البوينت، وذلك عندما نقوم بالضغط. فنقول point تساوي ال x وال y، وهنا نقوم بالرسم. فنقول مثلا CV2 rectangle وذلك على هذه الصورة image، يعني نقوم بإدخالها وهي موجودة في هذا المكان. فنقول image نسبة إلى البوينت، طبعا هذه بوينت كما هي معرفة هنا عند الصفر وعند الواحد الإكسات والوايات. وبعدها هذه النقطة الأولى، والنقطة الثانية نقوم جلبها من هذا الإيفنت فنقول فقط X و Y، وذلك ضمن لون معين ليكن مثلا الأحمر، فبما أنها أصبحت BGR لذا اللون الأحمر هو في النهاية. فنقول هنا 0 0 255، وذلك بسماكة معينة لتكون 2. ونقوم هنا بعرض الصورة فنقول CV2 image show على نفس التايتل select
بهذه الصورة. وبعدها عند الأب سوف نقول هنا points، نقوم بإضافة إليها الـ x والـ y التي قمنا عندها برفع الأصبع عن الزر لنرى. إذا أردنا القيام بالرسم نقوم بالضغط تحريك ونراها بهذا الشكل. إذا قمنا برفع الأصبع نرى كيف لا نقوم بالرسم، ولكن لدينا بعض الإشكالية من ناحية الرسم، لذا سوف نقوم بالتصحيح. فأولا علينا فقط القيام بالرسم نسبة للنقطة الأولى هنا وللنقطة الأخيرة هنا، فنقوم بالتعديل على هذه الصورة في كل مرة. لذا لحل هذه الإشكالية سوف أقوم بإضافة مثلا temp. مبدئيا سوف تساوي هذه الإيمج copy ونقوم بإدخالها في هذا المكان بهذا الشكل. من ثم سوف نقول هنا هذه التيم. في كل مرة قم بالتعديل على الإيمج وأقوم بجعلها مساوية لهذه التيم كوبي بهذا الشكل. لنرى الآن الاختلاف. فإذا قلنا run وأردنا القيام بالرسم نراها بهذا الشكل. ممتاز. ففي كل مرة سوف يقوم برسم مستطيل جديد. ونرى كيف أنها تعمل دون مشاكل. ممتاز. فالآن إذا أردنا مثلا القيام بطباعة هذه النقاط، فعلى سبيل المثال سوف نقول هنا print لهذه points، وأيضا نقوم بطباعتها في النهاية لنرى. ففي البداية نرى هنا إحداثيات النقطة والزاوية العلوية اليسارية. عندما نقوم بالإنهاء هكذا نرى النقطة الأولى والنقطة الأخيرة. ممتاز بهذا الشكل. إذا نستطيع القيام الآن بتحديد الأوبجكت التي نريد القيام بالحذف فيها، مثلا هذا الشخص هكذا، ومن ثم عند الإنهاء نقوم هنا بالتسكير، ونسبة إلى هذا المستطيل ومكانه في الصورة سوف نقوم بمطابقته مع هذه الأوبجكت الموجودة في هذه الماسك. وعلى هذا الأساس نستطيع القيام بالحذف. دعوني هنا أقوم برد هذه البوينت، فسوف نقول مثلا return لهذه البوينت ونقوم بالطباعة في النهاية. فهنا سوف أقوم بحذف هذه، وإذا قلنا قم بالطباعة هنا فينبغي أن يقوم بطباعتها دون مشاكل. بهذا الشكل. ممتاز. إذا على هذا الأساس سوف نقوم بالعمل ونقوم بتوظيف هذا المستطيل لنرى كيف نستطيع القيام بحذف هذا الأوبجكت خلال الدروس اللاحقة. فإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية درس لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس التالي. سلام.